السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل شرح منهج ديسكوفر اكتشف الترم التاني primary one او الصف الاول الابتدائي، وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح المحور الثالث، والنهاردة هنبدأ نشرح المحور الرابع communication الاتصالات او التواصل. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. المحور الرابع communication او التواصل بيكلمنا هنا يا اصحابي في المحور ده، وهو جزء بسيط مش كبير، عن الستوري تيلينج، او بيكلمنا في شابتر 1 في المحور ده اصحابي عن الستوري تيلينج. ستوري تيلينج او سرد القصص، ازاي ان انا احكي لك حكايه وانت كمان تحكي لي حكايه. سرد القصص يعني ان احنا نحكي الحكايات. ستوري تيلينج يعني سرد القصص. وطبعا احنا كلنا عارفين يعني ايه قصة. القصة هي حكاية بنحكيها لبعضينا، وبيكون فيها زي ما عرفنا في الدرس اللي فات كاركترز او شخصيات، وبيكون فيها كمان events او احداث، وبيكون فيها كمان settings او اماكن places اللي بيدور فيها الاحداث دي. فاي ستوري بيكون ليها 3 عناصر. اول عنصر هو الكاركترز او الشخصيات. تاني حاجة بتبقى موجودة في اي قصة هي الايفنتس او الاحداث. تالت حاجة بتبقى موجودة في اي ستوري هي السيتنجز او البليسز او الاماكن اللي بتدور فيها الاحداث دي. وطبعا هنا يا اصحابي في الكوميونيكيشن في المحور الرابع وفي الستوري تيلينج بيكلمنا ازاي نتواصل. فاحنا ممكن نتواصل مع الناس التانيين عن طريق الستوري والستوري تيلينج، يعني ان احنا نحكي لهم حكاية. وطبعا يا اصحابي الاوثر او المؤلف بتاع اي ستوري بيعمل كوميونيكيت او بيتواصل مع الريدرز او القراء بتاعة الستوري بتاعته عن طريق الوردز الكلمات. فده طبعا نوع من انواع التواصل، تمام؟ فيبقى التواصل ليه انواع كتير وليه اشكال كتير، منها ان احنا نحكي حكاية نتواصل بيها مع بعض ونعمل كوميونيكيت مع بعض بيها. حتى الكاتب اللي بيكتب القصة وهو ممكن ما يكونش قاعد معاك، هو بيتواصل معاك عن طريق الكلمات اللي كتبها، عمل كوميونيكيت with you عن طريق الوردز او الكلمات اللي هو كتبها في الستوري بتاعته. وطبعا يا اصحابي في الكوميونيكيشن او في التواصل احنا بنستخدم الفايف سنسس او الحواس الخمسة بتاعتنا. ايه؟ هنفتكر دلوقتي مع بعض الفايف سنسس تاني وهنراجع عليها مع بعض، وعايزين نبقى فاكرين ان احنا بنراجع عليها علشان هي دي الحواس اللي احنا بنعمل بيها كوميونيكيت او تواصل مع الاشخاص او الناس اللي حوالينا. فتعالوا نشوف اول صفحة في الكوميونيكيشن او في التواصل في الستوري تيلينج، خليكم معي ونوصل مع بعض لبيج 79 او صفحة 79 وعنوانها 5 senses scavenger hunt. 5 senses زي ما عرفنا الحواس الخمسة، 5 يعني 5 وsenses اللي هي الحواس الخمسة. scavenger hunt ده دي لعبة يا اصحابي بنلعبها ساعات في الحفلات في اعياد الميلاد، اللي هي لعبة الكنز المفقود لو تعرفوها. ان بيبقى فيه بعض الحاجات احنا مخبيينها في المكان اللي احنا فيه، حد مخبيها وعامل بيها لستة كده، وطبعا كلنا بنقعد ندور على الحاجات دي. اكتر واحد بيلاقي حاجات من الليستة بتاعت الحاجات المفقودة دي هو اللي بيكون الفايز. اللعبة دي بنقول عليها الكنز المفقود او scavenger hunt لعبة الحاجات المفقودة. ف
فهنا بنستخدم الـ 5 senses أو الحواس الخمسة بتاعتنا وإحنا بنلعب لعبة السكافنجر هونت. السكافنجر هونت أو لعبة الأشياء المفقودة أو الكنز المفقود. فهنا بيكلمنا أصحابي طبعا زي ما قلنا عن الحواس الخمسة وبيقول لنا search. search يعني ابحث. search for ابحث عن. objects. objects العناصر. in the classroom. in the classroom في حجرة الفصل. that you can see. that you can see التي أنت تستطيع أن تراها. you can يعني you can يعني أنت تستطيع. see أن ترى. smell. smell يعني تشم رائحة يعني تقدر تشم ريحتها كمان. taste. taste يعني تتذوق. touch. touch يعني تلمس. and hear. and hear وتسمع. يبقى انت هتدور على العناصر اللي احنا نقدر نعمل فيها ايه يا اصحابي. ان احنا نقدر see. see يعني نرى. smell. smell يعني نشم رائحة. taste. taste يعني نتذوق. touch. touch يعني نلمس. and hear. and hear ونسمع كمان صوتها. draw. draw ارسم. and label. label وضع الاسم الصحيح. what you find للحاجات اللي انت وجدتها. what ما او ماذا. you find and انت وجدت. you find انت وجدت. فهتعمل هترسم الحاجات اللي انت هتلاقيها وهتعمل كمان label او هتكتب الاسم الصحيح ب what you find او بالحاجات اللي انت لقيتها او انت وجدتها. فعندنا هنا table يا اصحابي في ال 5 senses. ال 5 senses او الحواس الخمسة. وكل حاسة يا اصحابي بنستخدم فيها body part معين. ال body part او جزء الجسم اللي احنا بنستخدمه بكل حاسة هنقوله دلوقتي. فعندنا حاسة ال sight. السايت او الابصار. حد يقدر يقول لي بنستخدم ايه البودي بارت اللي احنا بنستخدمه واحنا بنستخدم حاسه السايت؟ اي. اي شاطر. اي. اي العين اللي احنا بنستخدمها واحنا بنشوف بيها الاشياء. فالسايت او حاسه الابصار البودي بارت او الجزء من الجسم اللي احنا بنعمل بيه حاسه الابصار هو الاي. طب حد يقدر يقول لي السميل. السميل او الشم. شم الرائحة. ايه البادي بارت او جزء الجسم اللي احنا بنستخدمه واحنا بنعمل سميل او بنشم رائحة؟ النوز. النوز. شاطرين. النوز اللي هي الانف. طب التيست. التيست او التذوق. حد يقدر يقول لي ايه هو البادي بارت او جزء الجسم اللي احنا بنستخدمه واحنا بنعمل حاسه التيست. التيست او التذوق. ماوس. الماوس. شاطرين. الماوس. والتاتش. التاتش او اللمس. حد يقدر يقول لي حاسه التاتش او اللمس ممكن نعمل نستخدم اي بودي بارت او اي جزء من الجسم واحنا بنعمل حاسه التاتش او اللمس؟ هاند. الهاند. شاطر. الهاند. الهاند. شاطرين كلكم. الهاند او اليد. طب واخر حاسة هي حاسة الهير. الهير او السمع. حد يقدر يقول لي ايه هو البادي بارت او جزء الجسم اللي احنا بنعمل عن طريقه حاسة الهير او الهيرنج ان احنا نسمع الاشياء؟ ear. الear. شاطرين. الear او الاذن. فاحنا بنستخدم بادي بارتس او اجزاء من الجسم واحنا بنعمل الحواس الخمسة بتاعتنا او بنستخدم الحواس الخمسة بتاعتنا. فعندنا السايت زي ما قلنا الاي والسميل طبعا النوز والتيست الماوس والتاتش الهاند والهير اللي هي الاير او الاذن. طب دلوقتي واحنا قاعدين في الكلاس روم ايه الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها يا اصحابي؟ بوك. بوك كتاب. ممكن كمان نشوف ايه يا اصحابي؟ بنسل. بنسل قلم رصاص. فاحنا ممكن نرسم هنا في الحاسة بتاعت السايت بوك بنسل. وطبعا زي ما احنا عارفين ان البيج دي ما فيهاش اجابة نموذجية ممكن اي حد يرسم هنا اي حاجة. ممكن اي حد فيكو يرسم اي حاجة هو شايفها في الكلاس روم. ممكن حد تاني يرسم حاجات تانية. فانا بديكو بس اكزامبلز او امثلة
للحل بتاع البيج دي. فاحنا هنرسم هنا مثلا book and pencil، كتاب وقلم رصاص، وهنكتب كمان جنبهم book وpencil. ليه؟ لان هو قالك label، label يعني ضع الاسم الصحيح جنب الصورة اللي انت هترسمها. طب حاسه السميل او الشم، احنا ممكن نعمل سميل او نشم رائحه ايه واحنا في الكلاس روم يا اصحابي؟ حد يقدر يقول لي؟ فلاور. فلاور، فلاور يعني زهره او ورده. شاطرين. ممكن يكون في قصيص زرع او في قصيص زرع موجود فيه فلاورز، فاحنا ممكن نشم او نسميل ريحه الفلاورز دي او الزهور دي. فنرسم هنا فلاور او وردة، وهنكتب جنبها اسمها فلاور. طب في التيست، التيست احنا ممكن نتذوق ايه واحنا في الكلاس روم واحنا قاعدين في الكلاس روم؟ نقدر نعمل تيست الايه، نتذوق ايه؟ ساندويتش. الساندويتش طبعا، الساندويتش او الساندويتش بتاعك اللي هو في اللانش بوكس بتاعك. ممكن كمان تيست ايه يا اصحابي؟ جوس. الجوس. شاطرين. لو انت معاك مثلا عصير او حاجة ممكن تعمل تيست للجوس اللي معاك. يبقى هنقدر نعمل تيست للساندويتش، ونرسم هنا ساندويتش وهنكتب جنبه اسمه ساندويتش زي ما احنا شايفين. وهنرسم كمان جوس او علبة عصير وهنكتب جنبها اسمها جوس. شاطرين كلكم. طب في التاتش، التاتش او اللمس، نقدر نعمل تاتش لايه يا اصحابي واحنا في الكلاس روم؟ Eraser. Eraser او الممحاة او الاستيكة يعني. طبعا ممكن نعمل touch للإريزر، ممكن نعمل touch لحاجات كتيرة جدا، بس احنا ممكن هنا نرسم الإريزر او الممحاة او الاستيكة، وهنكتب هنا جنبها كمان Eraser. واخر حاجة هنا يا اصحابي في الهير او في السمع، ممكن نسمع يا اصحابي واحنا في الكلاس روم نعمل هير، نستخدم حاسة الهير او السمع بتاعتنا. ممكن نسمع ايه واحنا في الكلاس روم؟ بيل. البيل، البيل او الجرس بتاع المدرسة، وهو بيرنجنج او بيرن. فاحنا نقدر نعمل نرسم هنا جرس المدرسة او البيل، ونكتب جنبه بيل زي ما احنا شايفين قدامنا. ممكن حد تاني يكون سامع صوت تاني فيرسم مصدر الصوت، وهيكتب جنبه اسم المصدر ده او اسم الحاجة اللي بتعمل الصوت ده. وبكده نكون حلينا البيج دي، ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج 80 او صفحة 80، ولسه بنتكلم عن الفايف سنسز او الحواس الخمسة بتاعتنا. ودلوقتي احنا بنستخدم الفايف سنسز او الحواس الخمسة بتاعتنا واحنا بنعمل حاجة اسمها comparison. comparison او مقارنة، بنقارن بين الحاجات وبعضها. فعندنا بندينا مجموعة صور والكلمات جنب الصور دي، هيخلينا نقارن بين الصورتين مع بعض، ونكتب تحت كل صورة الكلمة المناسبة للوصف بتاعها. فعندنا هنا بيقولك describing. describing يعني وصف materials. materials المواد. يبقى احنا هنا بنوصف ايه اصحابي؟ بنوصف المواد. describing يعني وصف materials. materials المواد. مرة تانية describing. describing يعني وصف materials. materials المواد. هنا بيقول لنا أصحابي look at، انظر إلى the two objects. the two objects العنصرين on a line اللي موجودين على كل خط طبعا من الخطوط دي. choose the correct word. choose اختار the correct word الكلمة الصحيحة. that describes. that describes اللي بتوصف، اللي بتصف each object. each object كل عنصر من العناصر دي. write the correct word. write the correct word اكتب الكلمة الصحيحة. on the line. on the line على الخط. under the pictures. under the pictures اللي هو اسفل الصور. يبقى زي ما قلت لكم يا اصحابي مدينا في كل سطر من السطور صورتين من الصور، ومكتوب جنبهم كلمتين. هنختار الكلمة المناسبة ونحطها تحت كل صورة. الكلمة اللي بتوصف كل صورة من الصورتين دول هنختار الكلمة المناسبة اللي بتوصف كل صورة ونكتبها تحت منها. ونقرأ رأس السؤال مرة تانية.
look at the two objects on the line. Choose the correct word that describes each object. Write the correct word on the line under the pictures. أول سطر السايت أو حاسة الإبصار. وإحنا قلنا السايت اللي هي حاسة الإبصار بنستخدم فيها البادي بورت اللي هو اسمه إيه؟ أي الآي أو العين. شاطرين. يبقى بنستخدم إيه حاسة في حاسة الإبصار أو السايت؟ الآي أو العين. طب وإحنا بنشوف أي حاجة بنقول عليها إيه يا أصحابي؟ بنقول سي. سي أي سي أنا أرى. أي كان سي أنا أستطيع أن أرى. يو كان سي أنت تستطيع أن ترى. فسي اللي هي أرى أو يرى دي بتقول إن إحنا بنستخدم الحاسة بتاعت السايت أو الرؤية أو الإبصار. فهنا يا أصحابي في عندنا صورة لبنسل أو قلم رصاص وفي صورة لأن إليفنت أن إليفنت أو فيل. فالمفروض في كلمتين موجودين جنب الصورتين. في عندنا small small يعني صغير ولarge large يعني كبير. المفروض أي صورة من الصورتين دول المفروض إن نقول عليها small وأي صورة تانية نقول عليها large. البنسل small ولا large؟ small. يبقى البنسل هنكتب تحت منه small أو صغير زي ما احنا شايفين قدامنا لأن هو الصورة بتعبر عن material أو مادة من المواد الصغيرة. طب الإليفنت small ولا large؟ large. الإليفنت large فهنكتب تحت الإليفنت large. ونقدر نقول يا أصحابي دلوقتي I can see small pencil and large elephant. صح ولا لأ؟ أنا أستطيع أن أرى small pencil قلم رصاص صغير and large elephant وفيل كبير. طب في السطر الثاني بيكلمنا عن الحاسة الثانية وهي حاسة السميل. السميل أو الشم حاسة الشم الرائحة. طبعا حاسة السميل أو الشم احنا بنستخدم فيها أي body part علشان نقدر نعمل حاسة الشم؟ نوز. النوز. شاطرين. النوز أو الأنف. ولما أنا بشم أي رائحة بقدر أقول I can smell. I can smell يعني أنا أستطيع أن أشم رائحة. لما أقولك أنت تقدر تشم رائحة معينة بتقول you can smell. فسميل بتيجي بمعنى حاسة الشم وبتيجي بمعنى كلمة يشم برضو يشم رائحة. فهنا عندنا صورتين. أول صورة للرابش أو القاذورات والمهملات وتاني صورة تقريبا للسوب سوب أو صابونة. ومكتوب هنا في الجنب fresh fresh يعني منعش و stinky stinky يعني قذر أو نتن. فالمفروض الرابتش دي fresh ولا stinky؟ stinky 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 لأن هي بيطلع منها رائحة قذرة أو نتنة فهنكتب هنا تحت منها stinky. طب السوب أو الصابونة fresh ولا stinky؟ fresh. السوب فريش. فريش شاطرين منعشة فهنكتب تحت المهملات زي ما شفنا ستانكي وهنكتب تحت السوب أو الصابونة فريش. ونقدر نقول I can smell stinky rabbit and fresh soup. تمام. تالت صورة يا أصحابي في البيج دي بيكلمنا عن حاسة التيست أو التذوق. ايه هو البادي بارت او جزء الجسم اللي احنا بنعمل بيه التيست او حاسة التذوق؟ حد يقدر يقول لي؟ ماوس. الماوس. الماوس. شاطرين. الفم. احنا بنتذوق الحاجات عن طريق ان احنا نضعها في اور ماوس او في الفم بتاعنا. فهنا مدينا صورتين. وطبعا التيست او حاسة التذوق لما انا بتذوق حاجة بقول I can taste. انا استطيع ان اتذوق. ممكن لو انت بتتذوق حاجة أقولك you can taste. فtaste بتيجي بمعنى كلمة حاسة التذوق وبتيجي كمان بمعنى يتذوق أو أتذوق. فهنا عندنا صورة فيها an apple أو تفاحة وصورة تانية موجود فيها lemon أو ليمون. ومكتوب هنا في الجنب sweet يعني حلو طعمه حلو
وساور. ساور يعني حامض، اللي احنا بنقول عليه حمضي، اللي هو طعمه مز شوية، ده بنسميه ساور او حمضي. فالمفروض الابل سويت ولا ساور؟ سويت. سويت، سويت يعني حلو لان الابل طعمها حلو. طب والليمون سويت ولا ساور؟ ساور. ساور، الليمون ساور اللي هي طعمها حمضي او حامض، اللي هو طعم المزز ده يا اصحابي، ده بنسميه ساور. ساور يعني حمضي او حامض. وطبعا هنا نقدر نقول I can taste sweet apple and sour lemon. I can taste sweet apple and sour lemon. وبكده نكون انهينا البيج دي، وهنتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معايا بيج 81 او صفحة 81، ولسه بنكمل مع بعض الفايف سنسس او الحواس الخمسة، ونوصل لحاسة التاتش. التاتش او اللمس، وطبعا احنا نقدر نعمل تاتش بالبادي بارت بتاعنا اللي هو اسمه ايه يا اصحابي؟ هاند. الهاند، شاطرين، نقدر نعمل تاتش بالهاند بتاعتنا. فهنا هو مدينا صورتين يا اصحابي، اول صورة فيها بول او كورة، وتاني صورة فيها صخرة تقريبا او ستون او روك. مكتوب هنا في الجنب سموز. سموز يعني ناعم، يعني ملمسه ناعم يعني املس. و بامبي، بامبي يعني وعر، يعني التفاصيل بتاعته خشنة وصعبة. ففي عندنا سموز، سموز يعني ناعم يعني املس، وبامبي، بامبي يعني وعر يعني خشن يعني صعب. فهنا التاتش بتاع البول، المفروض ده سموز ولا بامبي؟ سموز. سموز، شاطرين، المفروض ان البول سموز، ناعمة وملساء، فهي نكتب تحت منها هنا سموز. طب والروك ده او الستون ده، المفروض ان هو سموز ولا بامبي؟ بامبي. بامبي اللي هو وعر يعني صعب وخشن، التفاصيل بتاعته صعبة او خشنة. فالمفروض ان احنا عرفنا كده ان احنا البول سموز والروك بامبي. وطبعا التاتش بتيجي بمعنى حاسة اللمس، وبتيجي كمان بمعنى يلمس. فهنا نقدر نقول I can touch smooth bowl and bumpy rock. واخر حاسة يا اصحابي، وهي حاسة الهيرنج. الهيرنج او السمع. الهيرنج، الهيرنج او السمع، ايه هو البادي بارت او جزء الجسم اللي احنا بنعمل بيه هيرنج يا اصحابي؟ ear. الاير، شاطر، الاير، شاطرين كلكو. الاير او الاذن هي البادي بارت او جزء الجسم اللي احنا بنعمل بيه هيرنج او سمع. فعندنا طبعا الهيرنج يعني حاسة السمع، وبرضو hearing بتيجي بمعنى سمع. انا اقدر اقول I can hear، انا استطيع ان اسمع. فهنا hear بتيجي بمعنى حاسة السمع، وبتيجي بمعنى يسمع او تسمع. وهنا اصحابي مدينا two pictures او صورتين، اول صورة فيها bell، bell او جرس، وتاني صورة فيها clock، clock او ساعة حائط. ومكتوب هنا ticking، ticking يعني بيو تكتك، ورينجينج، رينجينج يعني يرن. المفروض التيكينج اللي بيعمل الحاجة اللي بتعمل تيكينج هنا البيل ولا الكلوك، واللي بيعمل رينجينج هنا او بيرن البيل ولا الكلوك. فلما نيجي نتكلم عن البيل او الجرس، المفروض هنقول عليه تيكينج ولا رينجينج؟ رينجينج. رينجينج، شاطرين، رينجينج، لان البيل بيرن او الجرس بيرن، فبنقول عليه رينجينج. رينجينج يعني بيرن. طب الكلوك، الكلوك بنقول عليها رينجينج ولا تيكينج؟ تيكينج. الساعة تتكتك، يبقى بنقول عليها تيكينج، تيكينج تتكتك. ونقدر نقول I can hear ringing bell and ticking clock. وبكده نكون حلينا البيج دي، وانهينا معاها شرح درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير.
وانت مش هتخسر حاجة، بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.